حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام التالية: من داخل العراق تقدرون تدقون على واحد من ذني أرقام الاثنين أسفل الشاشة، أما اللي عايش في دول المهجر والأشقاء العرب في الدول العربية الشقيقة يقدرون يتصلون بنا على الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم أربع أرقام للاتصال، أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل مثل ما تقرون مكتوب هنا، مكتوب عبر الرسائل فقط. فاللي ما يقدر يتصل بينا أو مع شديد أسف ما نقدر نسمع صوته ويشرفنا بالبرنامج يقدر يبعث لنا رسالة، أتمنى تكون رسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف الرسالة من وين وصلتنا ونقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. التظاهرات اللي شفتوها هي التظاهرات اللي صايرة بالعراق، في كل يوم أكو تظاهرة شكل، في كل يوم أكو ناس دا تطالب بحقوقها، ذول المحاضرين واللي يشتغلون في سلك التعليم اللي دا يطالبون وزارة التربية أو مديريات التربية أن توظفهم على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم. لكن موضوعي مو هذا. أكو آفة بالعراق انعرفت وراء 2003، أكو آفة كان العراق في سبعينيات القرن الماضي يعتبر أحد البلدان النظيفة من هاي الآفة. كان العراق في سبعينيات القرن الماضي ما بي أي مركز لمعالجة الإدمان، وحتى يومنا هذا ماكو مركز متخصص لمعالجة الإدمان حسب الخبراء والاختصاصيين. أكو ردهات بها 20 سرير أو 10 أسرة لمعالجة الإدمان. قضية المخدرات اليوم أكو تنامي مفزع لقضية التعاطي، لقضية الاتجار، لقضية التوزيع. اليوم العراق بآفة اسمها آفة المخدرات. وزير الداخلية مثلا طلع ويقول أكو 50% من الشباب العراقي اللي ما بين عمرهم 25 إلى 35 سنة يتعاطون المواد المخدرة. تقرير ثاني يقول أنه نسبة إدمان الشباب للمخدرات وصلت 50%، هذا التقرير صادر عن مجلس القضاء بالعراق، وعاز الأمر إلى البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية. المجلس أكد أنه نسبة 70% من المتعاطين في الأحياء التي تكثر فيها البطالة والأحياء الفقيرة، وتراجع قوة إنفاذ القانون والفلتان اللي تعاني منه معظم حدود ومنافذ البلاد مع إيران التي تمثل البوابة الرئيسة لدخول الأصناف المختلفة من المواد المخدرة طبقا للجهات الأمنية المختصة. وبنفس السياق في قضية المخدرات، نيويورك تايمز وهو هذا موضوعي بالذات نشرت عن مسؤولين بالجيش والشرطة أنه 50% من القوات الأمنية في بعض مناطق العراق بينهم ضباط كبار يعني رتب يتعاطون المخدرات، في وقت يأكد به مراقبون من أن الجماعات المتورطة بملف المخدرات هي ميليشيات نافذة تسهل عبور المخدرات عبر المنافذ الحدودية مع إيران نظرا للأرباح العالية اللي تدرها هذه التجارة. موضوعي احنا تكلمنا عن آفة المخدرات وتعاطي الشباب، اليوم تعاطي القوات الأمنية أو المنتسبين اللي ينتمون إلى القوات الأمنية في العراق. يعني لما نجيب لك ضابط حسب التقرير اللي نشرته نيويورك تايمز انه اكو ضباط كبار يعني ادون رتب، اكو نسور ونجم على اشتافاتهم، ذولا من يتعاطون هذا شلون راح يحمي البلد؟
ومن يتعاطى المخدرات ضابط الأمن اللي من المفترض أنه هو يحمي الناس من تعاطي المخدرات، اللي هو المفروض يحمي الناس من وصول هاي المواد المخدرة إلى أيدي الشباب والأطفال، اللي المفروض أن يحمي الناس من وصول مواد مضرة إلى متناول اليد. هذا المنتسب أو الضابط أو الشرطي لما هو يتعاطى مخدرات شلون راح يحمي الناس؟ هذا السؤال نريد نوجهه لحضراتكم. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله. السلام عليكم أخواني العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. والله استاذي دخنة منين نبدي بالبلد هذا، منين ننتهي؟ دخنة والله دخنة. نعم. يعني عملية المخدرات مقابلها شوف كم عملية اغتصاب جاي يصير بالبلد. الاغتصاب. يعني هذا سم من هو؟ من المسبب؟ هذا العزيز أحلى لو عندنا حكومة مضبوطة وحكومة تدير هالبلد هذا، يعني كان ما صارت عندنا لا المخدرات ولا صارت عندنا تصير عندنا كل شيء. بس البلد بلد صائب، بلد ماضي. يعني أنت من تقول القوات الأمنية يعني هاي صار المخدرات منين جاي تجي؟ منين؟ عن طريق قابل جاي تنزل الباراشوت، قمات باراشوت، ما هم جاي يجيبوه. عمي الهدف ماله انهاء الشعب العراقي، يلهونه. الهدف مالهم يلهون الشعب العراقي. نعم. بس احنا نرجع ونقول امنا ضرر كبير ان شاء الله. لازم يوم ينتصر هذا الشعب، ينتصر على هالميليشيات هاي. احنا ما بقى نتأسف نقول اكو حكومة، ماكو حكومة. احنا تحت ميليشيات عمي، تحت عصابات. بلد انتهى. بلد ما هو من اوضاء وعندما الهدف حتى يحمي. تجي للشرطة، تجي للجيش، المهم نصددها. ما انا بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل من ظلم هالعراق هذا. وأنا أشكرك أخوي العزيز. شكرا أبو عراق. السؤال اللي يتوجه، وعندنا أكثر من سؤال حول هذا الموضوع، إذا الأجهزة الأمنية هي اللي إذا تتعاطى المخدرات، يعني منو العد المؤهل لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لها؟ يعني إذا هم يتعاطون وهم يتاجرون وهم يسهلون، العد منو يكافحها؟ منو اللي يمنع وصول هاي المخدرات للناس؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، إذا القوات الأمنية هي اللي إذا تتعاطى المخدرات، هل نفهم من هذا الكلام أنه القوات الأمنية أكو تواطؤ وتعاون وتسهيل ويا تجار المخدرات ومروجيها وناشريها، بحيث أنه هي متواطئة وياهم ومسهلة لهم أمرهم وماشية الأمور؟ والسؤال الأهم، يعني إذا كان تفشي المخدرات الكبير اليوم في الأوساط الاجتماعية، إن كانت مدنية وإن كانت عسكرية، هو مخطط مقصود لتحطيم المجتمع ولتدمير المجتمع العراقي ولتفتيت بنية هذا المجتمع اللي كنا نتفاخر به، لو هذا بس نتيجة لانعدام الدولة في العراق؟ أبو حسين من يثرب، حياك الله. أبو حسين، ها عيني، حياك الله غاتي. الله يسلمك، شلونك يا العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. الله يسلمك. أنا من ناحية تثريب من المخيم مال عربد آجتي. حياك الله أخوي. الله يسلمك. والله أنا أبو حسين قبل ثلاث أيام خابرتك على مود المخيمات، قلت لك 2000 عائلة وكنت أنا البريد ونوصل لك معلومة. نعم. ونفط ما جابونا ولا غذائية وكل شيء ما ينطونا، وقلت يعرضونا يرجعونا لصلاح الدين ناحية تثرب، ما حد دايرنا بال. ونوصل الصوت ان الصوت لك انت اخونا الغالي. نعم. طيب واني اشكرك جزيل الشكر. نعم.
مناشدة من أبو حسين. طبعا للي يسمع هاي المناشدة من أبو حسين من أهالي يثرب في مخيم عربد يقول إحنا أكثر من 2000 عائلة عايشين بأوضاع سيئة جدا والدنيا باردة ولا نطونا وقود حتى نشغل به شيء دفينا ولا نطونا سلة غذائية حتى نقدر ناكل ونشرب إحنا وعوائلنا. فنقلنا صوتك أخوي أبو حسين وإن شاء الله يسمعوك ويجاوبوك. أرجع وموضوع المهم اللي هو الضابط أو المنتسب أو الشرطي أو الجندي لما يكون هو جزء من مشكلة. اليوم العراق بعد عام 2003 أصبح بلد مصدر إلى المخدرات، علما أنه كانت نسبة تعاطي مو بس التجار أو تصدير أو زراعة أو إنتاج، التعاطي به كانت صفر. وقبل 2003 ما كان أكو وجود للمخدرات، وقبل 2003 إلا في بعض الحالات النادرة على مرور التاريخ العراقي وكوفحت. لكن بعد عام 2003 انتشرت هاي الآفة وأصبحت تجارة مربحة إلى عصابات المخدرات. واليوم لما نلقي ضابط الأمن أو المنتسب أو الجندي أو الشرطي يكون هو المتعاطي ويكون هو اللي دي يساهم في ترويج هاي المادة المخدرة المؤذية للجسم والمفتتة للمجتمع العراقي اللي تسوي ما تسوي، فمنو المؤهل حتى يكافح المخدرات؟ محمد من أمريكا حياك الله. ألو السلام عليكم. هلا بيك يا الغالي. حي قناة الرافدين الشريفة. حياك الله. ذول المخدرات والله حتى القادة مالتهم هم ذول ضباط دمج، مو تقول لي ضباط صدام ضباط القدماء، كلهم يحششون حشيشة ومتعة، زواج متعة، هم اللي يسوون فساد بالأرض حتى يظهر المهدي، لا لقاهم المهدي إن شاء الله. أما هم تجار ذول أهل العمايم تجار مال مخدرات مال ليران تابعين ليران حتى يحششون الشعب العراقي. مع الأسف العراقيين بعض الشعب العراقي مع إيران مع ذيول إيران. العراق مقسوم نصين، نص ويا إيران نص ضد إيران. والله مع الأسف والله العظيم لو موجود صدام حسين الله يرحمه كان سحقهم سحق ذول الحسالة مع إيران، طببوا المخدرات سووا فساد، لا طفل خلصا منهم لا 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 كبير خلصا منهم لا صغير. أخي ذولا والله كله سبب إيران وسبب أهل العمايم ذولا الوسخين قاعدين بكربلة والنجف. عمي كربلة والنجف كلها حشيش مخدرات، العالم قام تحشيش وتطلع ما تدري بروحه وين، ما تدري العالم وين أحصير. عمي انتهى البلد انتهى، وين هم أهل الغيرة؟ أطلع عليهم بالأسلحة أمسحهم مسح من الخارطة، والله أمسحهم مسح ذولا الحسالة مال مجتمع العراق. عمي هنقول الحكومة ذولا عصابات مافيات إيران أرهاب، هو داعش إيراني كفيلك محمد، داعش إيراني كان يقود المجرم قاسم سليماني العار، هو أبو مهند المهندس الفاشل ابن الفاشل. تحياتي للقناة الرافدين، تحياتي. شكرا لك أخي محمد. أبو عمار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. أنا أبو عمار من بغداد. والنعم منك. أحب أشارك في البرنامج. أنت على الهواء أخوي. بارك. أحب أشارك في البرنامج. أنت على الهواء. الحلقة هاي على تعاطي المخدرات. نعم. والله مع الأسف يعني إحنا ما عندنا سلطة حازمة، يعني سلطة قوية ماكو، يعني اللي تاجر بالمخدرات واللي يتعاطى المخدرات ينسجن يعني شيء بسيط ورأسا يطلع ينطي رشوة يدفع رشوة ويطلع. نعم. اي قبل 2003 يقولون عن النظام السابق كان حزم، واتحدى واحد يقول كذا يوم انسان يتعاطى المخدرات. هسه المخدرات تفشت بصورة يعني مذهلة بالعراق يا ستار. نعم. اي اها فيعني اخوي العزيز حتى بالمدارس مع الاسف يعني حتى بين الطلاب يعني، وهذا ينهي التعليم. الشاب من يقوم يتعاطى مخدرات
ويبقى يسكح فيه الشوارع. هذا انت من يستلم العراق مستقبلا؟ احنا طلعنا متقاعدين طلعنا، والذي الشباب يستلمون ورانا. هسه هم دا يشتغلون على الشباب ودا يدخل من دول مجاوره وبتعاون. زين ابو عمار، انت ذكرت تقول انه داخل المدارس العراقيه موجوده المخدرات والطلاب والاطفال دا يتعاطون. نعم، نشر وهذا بالبصره، عفروا علي داخل المدارس بالبصره ونشر بالاعلام العراقي. وبغداد سمعتوا هيك حالات او شفتوا هيك حالات؟ اكو نعم، الاعلام دائما القي القبض على تجار مخدرات، تم القاء القبض على عصابه تتعاطى المخدرات، تم القاء القبض على عصابه يعني تحمل عشرات الكيلوات من المخدرات. هاي يوميه في الاعلام اخي، لا يخفى على احد. نعم، قنوات اعلاميه موجوده فضائيه وانترنت ووسائل اعلام يعني حدث ولا حرج، تسلط اخبار هوايه عن المخدرات وتعاطيها من قبل الشباب ودخلت المدارس، وحتى يعني متعاطين داخل الكليات بعضهم يتعاطى المخدرات، ومع الاسف ماكو حد تجاه هذا الموضوع. نعم نعم نعم، شكرا 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 جزيلا لك ابو عمار. طبعا الى الاخوه المشاهدين، احنا لما نقول المخدرات آفة لان لها نتائج سلبية على الشخص اللي يتعاطى، ولها نتائج سلبية على عائلته، ولها نتائج سلبية على المجتمع، لانه من اثار تعاطي المخدرات الصحية، تقرير جو ايدي الى منظمة الصحة العالمية يقول انها تؤدي الى ضعف الذاكرة وانخفاض في معدل الذكاء، وتؤثر سلبا على الابصار، كما تؤدي الى اضطراب الجهاز التنفسي، وتقضي على أجهزة المناعة في الجسم، فيصبح الجسم عرضة للأمراض كمرض الالتهاب الكبدي، إضافة إلى أنها تفقد متعاطيها القدرة على التحكم بنفسه، مما قد ينتج عنه دخول المتعاطي في حالة هستيرية يكون خلالها غير قادر على التمييز، يكره أسرته ويكره المجتمع الذي يعيش فيه. حسين من بابل، حياك الله يا حسين. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ومن نشر المخدرات العراقي هنا لقتل الشعب العراقي، يعني إلا هذه الأقزام المتوحشة التهنودية السلالية المذهبية المارقة، على رأسها هو الحشد الشعبي وشات التيار الصدري التابع لهذا الدجال الخبيث الملعون بس بس اخوي حسين، يعني خلينا نبتعد عن 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 سب وشتم اشخاص، يعني تفضل كمل. ايه المهم، هم نشروا هذه المخدرات بين ابناء الشعب العراقي على يد هؤلاء الحساله جلولا، وبالتعاون مع الجيش الحكومي وكل عناصره وكل ضباطه القتله المجرمين، يعني هم كلهم وراء نشر هذه المخدرات. قالوا ما زالوا مستمرين على نشر هذه المخدرات وعلى الاعتقالات التي مورست بشكل كبير وفظيع تماما بين ابناء الشعب العراقي. قالوا لا، بس هذا صدق لا يهم ولا يخضع العراق ولا شعبه لهؤلاء الحسالات المتمرده من ميليشيات الحشد الشعبي والتيار الصدري، ولا حتى لهذا الجيش الفاسد. قالوا لا، يعني هسه السجون ممتلئه بالمعتقلين، يعني هناك معاناه شديده، من كان وراء هذا؟ الا هو هؤلاء الحسالات المتمرده. اي نعم، والسلام عليكم ورحمه شكرا الله. شكرا شكرا شكرا. انا عندي سؤال صدق، يعني من ضمن الفيديوهات اللي كانت تطلع كانت اكو صور مال الكياسه مال حبوب مخدره. شركه تويوتا شنو قامت تصنع مخدرات؟ العلامه هاي مو علامه لكزس مال السيارات لو شنو الفيلم؟ المهم، آثار المخدرات الاجتماعية والاقتصادية حسب التقرير تتراوح من الموت جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات، إلى السلوك الإجرامي والانحراف المقترن بالجرائم بمختلف أنواعها، إضافة إلى الإضرار بالأمن والعمل وزيادة حوادث الطرق. هذه آثار المخدرات الاجتماعية على المجتمع، وقبلها الآثار الصحية على المتعاطي نفسه. أبو ياسين من بغداد، حياك الله. تحياتي لك أخوي.
حياك حياك اخوي. اول كلام اقول من تحت السوداء من صارت ايران جيراننا، والله ما وراهم بس الاذيه، يعني حاربونا من سنه 600 قبل الالف، وانه بالحرب القادسيه انه بحاربونا، انه بتبقويه بوش بالتسعين حاربونا، انه بالألفين وثلاثة حاربونا، هسه جاي حاربونا لحد الان. ادري شو تريدون من يمنا انتم، بس اريد نعرف يعني، يعني العراق يطلبونا بطلابه يمو من 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 18 سنه، ايش قد اخذتوا من يمنا فلوس، ايش قد اخذتوا من يمنا ارواح، ايش قد سرقتوا من يمنا نقود، يمو كافي هجمتوا للبلد. هاي وحده. اثنين اخي المخدرات، اي واحد يطلع يقول من غير دوله اقول له تكذاب، مقر المخدرات هي الدوله هي ايران، يريدون يقضون على وتد العراق، وهو وتد العراق هم الشباب، يريدون يقضون على الشباب لان هذول عندهم حسابات قديمه، يقول لك نموت شباب العراق شو اللي تحارب، خاف نريد نحاربهم، من اللي يحاربهم؟ النساء والشياب، بس النساء والشياب. فاخي هاي اثنين، ثلاثه اللي جاي دخل المخدرات هم التجار هم اهالي العمائم، هذول يلبس لك العمامه ويطلع لك امام الشاشه، هي هاي يسموها عدة النصب على على قرص المصري، عدة النصب هاي القديمه يلبسونها، صارت قديمه احنا عندنا، مو عندنا احنا نعرفهم، بس عند هاي الناس اللي هسه صحت هاي عدة النصب صارت، يطلع بها اكو واحد يسولف يقول واحد عدة سياره صعد بها جاي يروح لغير محافظه، يقول هو لابس عقاب وخلى العمامة على الدشمول، يقول له هاي شنو؟ يقول له هاي عبر بها من السيطرات. اخي والله نصابه هجموا البلد والله كشفهم، الحمد لله الله كشفهم، يعني نصابين تجار مخدرات وحتى الجيش وحتى الحكومه كلهم وياهم، احنا ترى ما عندنا جيش عراقي، كله جيش ايراني ترى، نفسيتهم اللي حاربونا بالثمانينات هسه جاي يحكمونا، وبعد 10 سنوات اذا هذول ظلوا اقرا عن البلد السلام. وانا اشكرك اخوي طلف علي. شكرا شكرا ابو ياسين. ابو علي من الديوانيه حياك الله. حييك. السلام عليكم. حياك الله اخوي العزيز. الله يحفظك ويرحم الله وجهك. بالنسبه للبرنامج هذا على المخدرات، نعم هو هي المخدرات دخلت منين؟ دخلت شهر قبل بنك صدام، ماكو عندنا مخدرات، ما نعرف لنا مخدرات في العراق. نعم دخلت لنا من وراء 2003 ومصدرها اللي يسمونها الجمهورية الإسلامية إيران، كلها من إيران هذه، وعملاء إيران يساعدنا، عندنا هذه جغل الصخر محمية، صارت محمية لإيران وقاعد يزرعون بها المخدرات، الخشخاش والحشيش والعسون قاعد يزرعونه. نعم قاعد يزرعون هاي بالجغل الصخر ليش ما يخلون الناس تجي لبيوت الوراضية، هم قاعد يزرعون بها وهم قاعد يصدرون للشعب، دمروا شبابنا والعالم كله، دمروا العراق كله دمروا. يعني اكو تصريح البهاء العربي قبل يومين بالتلفزيون، بهاء العربي يقول اثبتوا بان صدام حسين احسن من عندنا، يعني يقول احسن من الحكومه هاي. ليش يقول؟ لان صدام حسين حافظ على العراق، يقول احنا ما حافظنا على العراق، اطراف من عده، يعني بهاء العربي. نعم إيه يعني يقول صدام يقول حاول العراق، يقول ما حفظنا على العراق، مخدرات وسلب ونهب وقتل بالشارع ما كمان، يعني وين يردون العراق؟ لا دمروا البلد دمروه. يعني الأوان أشكركم أنا ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لك أبو علي. مجلس القضاء الأعلى يقول أنه سبب خلي أجيب النص مالته بالضبط، يقول حسب ما كشف مجلس القضاء في العراق عازيا الامر الى البطاله وسوء الاوضاع الاقتصاديه التي نخرت البلاد. بطاله وسوء اوضاع اقتصاديه، يعني اذا انتم تعرفون العله وتعرفون انه البطاله وسوء الاوضاع الاقتصاديه اللي يعاني من عندها المواطن العراقي لها جزء من مسببات تعاطي المخدرات يم الشباب، ليش ما فكر اشغلهم مثلا واقضي على البطاله حتى ما تخلي هذا المسوغ امامنا وامام الناس وتطلع تحكي به وتخلي العالم يضحكون على مجلس القضاء وعلى الحكومة بالعراق؟ يعني هاي الحكومة اللي قاعدة تحكم بالعراق اللي تقول على نفسها انه هي حكومة عراقية، اذا هي تعرف السبب، اذا هي تعرف العلة، ليش ما تحلها؟ يعني اكو مثل قديم، اذا عرف السبب بطل العجب، واذا عرف الداء عرف الدواء.
زين اذا انتم تعرفون الداء والعله ما تحطوا لها دواء لها وتخلصونه وتخلصون هالشعب. هاي رقم واحد. رقم اثنين، يعني انا اريد اسال الشباب العراقي هالمره، انت لما انت تفكر تروح تتعاطى مخدرات وانت ببطاله وبوضع اقتصادي سيء جدا بالعراق ومرتبات ماكو، رواتب قليله جدا، ما تشوف انه هاي الماده اللي انت قاعد تشتريها هي هم يعني عبء اقتصادي عليك وعلى اهلك لانه مو رخيصه؟ يعني هي واحدة من مسببات الفقر لدى العوائل انه واحد يتعاطى مخدرات، لانه الادمان شيء سيء ويقوم يسوي كل شيء من اجل الادمان. هذا البلد اللي ما كنا نفكر في يوم من الايام انه نسمع اكو قضية تعاطي مخدرات، بعد عام 2003 لا اصبح البلد يزرع وينتج ويصنع حبوب ويصدر، وأصبح البلد بنسبة تعاطي فوق 50%، وعندنا ضباط أمن يتعاطون حسب نيويورك تايمز، وعندنا منتسبين يتعاطون. يعني هاي القضية بشكل عام كلها ترجع بالسوء بس على الشعب. كل بلدان العالم تحاول تقضي على هاي المادة، كل بلدان العالم تحاول تقضي على قضية الخمور والمخدرات لأنه تؤدي إلى مصايب. أبو ياسر من بغداد حياك الله. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. رحمة على والدي، كانت جاي اسمعان بالتلفزيون عن موضوع المخدرات. نعم. ايه، وهسه الاخ ابو علي يحكي على البطاقه وعلى هاي. ايه فهي اذا هي البطاله، اذا هي البطاله شو هسه عمت على الكل، يعني فوق البطاله فوق هاي، وهاي باب رزق الناس، هاي كل الشباب هسه جاي يفرشون بيهم بالاسواق خطيه. زين ذولا بعد شو يسوون ذولا اذا تكسرت الاسواق مالتهم محلاتهم؟ بعد شو يشتغل هذا؟ وين ينحرف هذا؟ ما راح غير يقولهم بديل. حتى هذا الشاب إذا حسين واقف دون ضربة. أبو ياسر، أبو ياسر بس حتى تكون الصورة واضحة إلي وللسادة المشاهدين، من اللي حكى وعن عن شنو يا بطالة حكى بحيث إنه محلات تكسرت؟ هاي القضية أريد نفهمها. لا هسه جاي يحكون على المخدرات. أي هسه بالتلفزيون جابوا عن المخدرات، فهذا المذيع ايش قال؟ قال المفروض يشتغلون، المفروض الشباب والعاطي المصري. هسه سمعت قبل شويه جابوا علي. اني المذيع، اني وياك، انا ايش قصدت؟ مجلس القضاء الاعلى شو يقول؟ يقول واحدة من الاسباب الرئيسيه للتعاطي هي البطاله والاوضاع المعيشيه السيئه بالعراق. قلت اذا هم يعرفون العله، اذا هم يعرفون العله ليش ما يقضون على البطاله حتى المواطن يحسن من مستوى المعيشي وما يتعاطى؟ هذا اللي قلته. سد ول عمرك. نعم. بعدك وياي ابو ياسر؟ الو. وياك وياك اخوي. هسه سووها ازيد. اخاف كانت البطاله، هسه قام يبلط له الشارع، رتب له شارع وجيل كامل فلش. هاي الشباب كل البسطيات فلش، راح ينحرفون نفس الحاله بعد ازيد. يعني سووها سووا ما سووا شيء. يعني ما لقوا لهم بديل، شيء وظيفه بديل لهم، ناس تشتغل قطيع المساكين باوع عليهم. طيب انت ابو ياسر سؤال، تتوقع دخول المخدرات من وين للعراق؟ وشنو رايك بهاي القضيه اللي انتشرت وراء عام 2003؟ شاهد الله خارج العراق وناس حش سامع سفله ما يخافون الله، خلوا شبابنا يدمرون. احنا بيا حال والله تعبنا حيل، وانه بهاي قام يدخلون علينا، اذت شبابنا حيل، اذت شبابنا. نعم نعم، شكرا 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 لك ابو ياسر. هاي المشاكل اللي ذكرتها، هاي منظمة الصحة العالمية اللي نشرت انه قضية الادمان على المواد المخدرة وعلى الحبوب وعلى الأبر وعلى المواد اللي يشتموها، هاي كلها تسبب هاي النتائج السلبية داخل جسم المتعاطي
وبالمجتمع وبالأسرة وبالحياة الاقتصادية، هاي كلها مسببات أو كلها نتائج لتعاطي المخدرات. القضية وما بيها اليوم، احنا لما أخذنا موضوعنا اليوم المخدرات، أنا مو موضوع المخدرات قاعدة تدخل للعراق، أنا موضوعي لما يطلع تقرير رسمي وينشر ويقول أكو ضباط يتعاطون، ولما يطلع تقرير رسمي وينشر ويقول أكو منتسبين يتعاطون، ولما يطلع تقرير رسمي وينتشر ويقول أو ينشر ويقول إنه أكو جنود وأكو شرطة دا يتعاطون المخدرات، فأني من باب إذا كان حاميها حراميها، فمن اللي دافع عن الشعب العراقي ومنو يكافح هاي الآفة اللي تدمر هالمجتمع؟ أبو حسن ويانا، حياك الله أستاذ، الله يساعدك حبيبي ويساعدك يا الغالي من بغداد. أبو والله يا أخوي أنا ما أزي خاف أحكي، خاف أظلم بختي. الرسول سلام الله عليه يقول كيفما تولون يولى عليكم. نعم. إحنا مشكلة، يعني إحنا يعني الشعب العراقي، أنا خاف أحكي وخاف الشعب العراقي، إحنا نسمي نحكي إيران سعودية أمريكا، إحنا صوت بينا، صوت كله بينا، إحنا مو عدلين. شوف هاي وايد مرت بأزمات مثل اليابان طقوها ذرية وألمانيا، وهاي الدول طاحت كلش ونهضت، بس الشعب العراقي من يطيح ما ينام، ما أدري شنو سالفته، يعني من يطيح أبدا ما ينام، يظل على حطته وللأسوأ وللأسوأ وللأسوأ. إحنا ليش شوف هسه حتى مظاهراتنا الله ما موفق بيها، شوف قد طلعنا مظاهرات الناس تكتلت ورجعنا كما كنا، كل شيء ما سوينا، يعني سنتيم واحد ما تقدمنا، بينما هاي الدول تطلع مظاهرات تجدد وتعمر وتبني، واحنا ضالين كل شيء ما ايران السعوديه امريكا ايران السعوديه، يعني كانما احنا بريئين من هذا الشيء، بس هاي الدول هي اللي تغلط بحقنا واحنا بريئين عن هذا الشيء. وذاتك انا اشوف ان هذا الشيء كله يعني احنا نجيب الارواح، لان احنا ما جارين عدل، ولذلك هيك يصير بينا. وشكرا استاذ. شكرا لك ابو حسن. مجلس القضاء الاعلى يقول بالسنوات الاخيره، هذا تقرير وجدته قبل سنتين، يقول بالسنوات الاخيره اكو جرائم مخدرات لم تعد محصوره بالرجال، واصبحنا نلاحظ تورط النساء فيها ايضا، واهم اسباب انتشارها تتركز في زياده الانتاج العالمي لهذه المواد المخدره، وأيضا تطور تكنولوجيا الاتصالاتية اللي تساعد في انتشارها في المناطق بشكل كبير جدا، وأن دعاوى المخدرات بالمحاكم كبيرة جدا، والخط البياني في تصاعد مستمر. يقول كان ينظر للعراق طوال عقود على أنه بلد خال من هذه المخدرات، وهنالك ممر صغير لعبور المخدرات منه إلى دول أخرى، ولكن كانت القوانين قبل عام 2003 هي التي تمنع انتشارها داخل البلد وتصديرها عبره إلى خارج البلد، لكن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات منذ الإطاحة بالنظام عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، وسببها النزاعات والأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة. وأصبح العراق اليوم هو أكبر بلد يصنع مادة الكريستال على مستوى العالم حسب مجلس القضاء الأعلى بالعراق. أيضا هذا البلد مثل ما ذكر أحد المتصلين أنه أصبحت هنالك مزارع لزراعة الحشيش والخشخاش والمخدرات في هذا البلد، و المخدرات يعتبروها داء قاتل في دول العالم، وهنالك محاولة للسيطرة على هذه الآفة في كل دول العالم الغربية والشرقية والعربية والإسلامية كلها. وعام 1972 أعلن العراق بلد خال من المخدرات، وفي عام 2021 يعلن أن العراق 50% من شبابه يتعاطون المخدرات، و 50% من منتسبين الأجهزة الأمنية في هذا البلد يتعاطون أيضا المخدرات. عندي اتصال. أبو علي،
ابو حسن من بغداد، حياك الله ابو حسن. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا هاي المخدرات هاي يعني هي جتي باسمهم وهم يجيبوها ويفتخرون ويفتخرون يعني ب 50% من الشباب هم عاطين عن العمل وتصير جرائم من وراء المخدرات، وهذا اللي ياخذ فلوس من ابوه او يطرد امه وابوه وحشناه، واذا والمنتسبين ما شاء الله هم مخدرات، ومن الجامعين هذول الحكومه اللي مبتلى بها الشعب يعني يفتخرون يفتخرون هم جايين ظلام على الدوله العفو على الشعب العراقي، دمروا اقتصاديا معنويا بكل الصفات، هم هذول كلهم اداه ميد الاجنبي، ويا ريت لو بس اجنبي واحد، لا من كل الدول يعني هم هذول جايين تدمير العراق وتدمير العقل العراقي. يعني سوف نشوف هسه التربيه ما عندنا يعني مدارس ماكو، هاي الجهل نشروه هم جايين هم يعني هم اداه الجهل، والعراق وصل مرحله يعني بالاميه الى مدى صعب، يعني كنا بالنظام السابق يقول لك حتى بالقرى والارياف المعلمين يعلمون العوائل اللي بالقرى، هم هذول جوي يعني ظلام في ظلام في ظلام للشعب، دبروا من كل النواحي، يعني ما نحكيت اشياء هوايه، بس هم جايين تدمير العراق وتفكيكه وجعله كل منطقه الى كيان وكيان هزيل، فتترجى من الحكومه، هي حكومه ارهابيه قتله مجرمين، يعني هم قصدهم هذا كله ما يخلون كيان صاحب البلد، يعني كله يمشي بدون وعي. وده تسمعون تاي الجرائم صارت على الشرقية وعلى غيرها، يعني مهزلة بس الشعب شو قد يصحب ما أدري، ولو من كل الجوانب احنا محاطين بالأعداء، بس أنا يعني مدى يعني شلون الشعب هذا يتحمل الذلة والمهانة، هسا أطفال يعني شلون يتعلم، شلون يبني مجتمع، شلون هو يتكيف ويا الوضع هذا. طبعا راح يرجع العراق يرجع إلى أقصى 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 ما مدى الجهل، فما يعني العراق يعني فيش طريقه، انا اظن على السكوت العراقيين هذا ينتهي بعد ما له قيمه. ليش اقول لكم يا اخوان يا عراقيين احنا شعب مو واحد، بينا ناس من كل دول، هذول الولائيين واللي خدم الامريكان وخدم الصهاينه وخدم البريطانيين والفرنسيين، ما تعرف احنا صرنا ضيعه علما، يعني بس دفتين ضيعه يا شعب العراق، انتم صرتوا ضيعه علما لإيران، إسرائيل، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الدول اللي تحالفت علينا ودمرتنا، ليش تحالفت الدول علينا كليتنا؟ لأن إحنا أشجع دولة بالعالم العربي، فوقعوا العراق هسه وصل حتى لبنان، سوريا، اليمن، كلها دمروها، بس العراق وقع. بس شو تقول هم الحكام العرب كلهم دمروا علينا. والله المستعان. نعم. شكرا 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 لك ابو حسن. كان المفروض يدخل ويانا ابو مريم من الرمادي لكن انقطع الاتصال وياه، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. ابو عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يبارك فيك حبيبي الغالي، احب اشارك وياك بالبرنامج. انت على الهواء مباشره اغاتي. الله يخليك. اليوم احد القنوات احد المواطنين مثل الان تعقيب على الاخوه المتصلين، انا وياهم بالراي الصوت بينا شي طالب، يطالب بفتح البارات، يطالب بفتح البارات واعادتها. ليش انا مع اعتزازي الفشل بينا؟ يعني احنا في استخدام الشيء، مثلا هسه انا انطيك راح ادخل بغير موضوع، هل استخدام النت فرشي واقعي جاي نستخدمه بالضد للإساءة إلى الناس وللابتزاز والكذا، مع العلم هي تكنولوجيا ممكن يروح إلى مكتبة ممكن إلى يروح كذا وكذا، فإحنا دائما خالف تعرف أستاذ أفل. نعم خالف تعرف، وكأنه هذه ثقافة مع كل الأسف. نعم. وإلا يعني مثلا أنا اليوم عندي ملاحظة إذا تسمح لي، المعلم يسمونه او العنف الاسري، الاب يطلع ابنه راشدي يتحاسب، الابن يعتدي على ابوه ما حد يحاسبه، اذا الامور انقلبت على عقب يا اخي بكل الامور.
يعني المدارس المدير يعتدون عليه بقصة المدرسة، فإنه يضرب له طالب. إحنا بالستينات بعودة ويكتلوننا بذاك البرد ونفتخر بأساتذتنا. شنو صار؟ ليش يضربون المخدرات؟ دكتور يجمون على المستشفى يكسرون الجار كذا، وأبوه محس ولا ما أقدر أقول سالفة، يعني عمره 120 سنة والله أخذه الدكتور ايش عليه. فقلت لك خالف تعرف، يعني مع اعتزازي بالشعب الأغلبية اللي أقصد الهمجية اللي بالشعب، هذه المصيبة هي. نعم نعم. يعني يستخدمون الشيء، يستخدمون الشيء مثل هسه الانترنت، منو ماكو 20% يستخدمونه صح، والباقي كله حشات الى امور طايحه فلا اثر ولا اقل. نعم. فارجو المعذره اذا تجاوزت هذا. مشكور استاذ عبد الله. قاسم من الانبار ويانا، حياك الله يا قاسم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرم. احيي قناتكم وقناتكم الشريفه هواي. حياك الله اخوي حبيبي. عندي ملاحظه. قول. اقول لك نسولف على شغله المخدرات وشي. اول شغله المنتسبين الامنيين هم اول شغله هاي الشغله يتاجرون بيها. زين. هي اول ما بعدين نرجع على المواطنين. هي كلها ما يصير، بس احنا لازم قوات الامنيه هم يسوون بهذا الشيء. يعني اذا قوات الامنيه تشرب هذا الشيء، يشربون حبوب ويشربون قروض، يعني شلون المواطن لازم توصل ملاحظه للمواطن اذا حكومتنا الامنيه هذه الحركات يسوونها. نعم نعم. اخ قاسم، يعني صادفتك حالات تعاطي مخدرات بالعراق او بالانبار يمك؟ اطفال شباب؟ هي اكو هواي. يعني شفت بعينك؟ لا، ما انقصد شفت بعيني، بس اكو ملاحظات هواي. نعم نعم نعم. ايوه، انا ودي اوصل هاي الملاحظه. وصلت اخوي العزيز، شكرا شكرا جزيلا لك. معاذ من كركوك، حياك الله يا معاذ. معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نصي لي صوت التلفزيون، اسمعني من التلفون أخوي العزيز. أخ معاذ، نصي لي صوت التلفزيون، اسمعني من التلفون أغاتي إنت. شكرا شكرا لك اخ معاذ، يبدو انه ما دا يسمعني او اكو مشكله من المصدر. بالنسبه الى رسائل الواتساب اللي وصلتنا اليوم، احد الاشخاص دازلنا فيديو يقول اتمنى تعرضون هذا الفيديو على شاشتكم. اخي العزيز، اي شخص عنده فيديو او عنده صوره يريد يعرضها على شاشه الرافدين، الشريط الابيض اللي اسفل الشاشه وين رقمين التليفون ذني جواها، الشريط دا يمشي اخر الشريط نافذة اسمها نافذة أنت ترى بها، رقمين تليفون تقدرون تدزون الفيديوهات مالتكم على رقم الواتساب، وإن شاء الله القناة يتابعوها وينشروها. السلام عليكم. واحدة من نتائج تعاطي المخدرات حادثة قبل يومين، رجل يغتصب طفلة عمرها 7 سنوات، حسبي الله على هيج حكومة دمرت البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله صح، صار بلد المخدرات، أخذوا منطقة لعويسات وزرعوها حشيشة ومخدرات، وصارت هاي المنطقة هي منطقة توزيع مخدرات إلى باقي المناطق. اليوم المواطن العراقي والشاب العراقي لما يواجه هواية من الصعاب، إضافة إلى ذلك بعض ضعاف النفوس يروجون أنه هاي المادة المخدرة هي اللي راح تنتشله من حال البؤس اللي هو عايش به، وراح تعيشه في حال غير حال، وديروجون إلى هاي المادة المدمرة باستخدام طريقة وضيعة للترويج. لكن المشكلة وما بها أنه المواطن العراقي هو واقع تحت مطرقة وسندان، مطرقة الإهمال الحكومي وسندان المتاجرين بحياة الناس
لوردات الحرب وتجار الدم، لأنه من يتعامل مع مادة المخدرات فهو قاتل بكل معنى الكلمة، لأن المخدرات هي اللي تقتل روح الإنسان، هي اللي تفتت الأسرة العراقية، هي اللي تفتت المجتمع العراقي. والشاب العراقي اليوم لما دا يتعاطى دا تصير هواية جرائم، ومثل ما وصلتنا واحدة من الرسائل، هاي واحدة من النتائج للمخدرات بالعراق، وعليه حتى نجابه هذا الشيء لازم يكون الوعي أكبر. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله باكر. في أمان الله.